اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. يعني كابتن رمضان، مهم جدا برضو ان احنا منتخبنا الوطني هل يستطيع ان يصل الى ما هو ابعد من ذلك ان شاء الله لو ربنا كرمنا في المباراه اللي جايه. الاول نتكلم على مباراه السودان، منتخب السودان. كيف هيلعب منتخبنا الوطني في هذه المباراه؟ يعني هو طبعا هو ما عندوش ان هو يلعب ب 4-2-3-1. ما تفهمش، ما هل يا كابتن معلش كمدير فني كمدير فني لازم العب دايما بنفس الشكل بنفس الطريقه بنفس الاسلوب، ولا في مدارس ثانيه تقول لك ما هو على حسب الفرقه اللي قدامي؟ انا الاول بقرا الفرقه الثانيه وبعدين بقرا امكانيات فرقتي قبل ما باجي احط طريقه لعب. لازم اشوف امكانيات فرقتي ايه. والبطولات المجمعه تفرق عن الماتشات الفرديه ولا لا؟ يعني الكلام ده كله الناس محتاجه تعرفه. طبعا طبعا. يعني انا هقول لك حاجه اسلام، يعني انت حتى في اختياراتك مثلا انت خلاص مثبت نفسك ان انا لازم اجباري ان انا هلعب 4-3-3. أوكي. اجباري صح الاختيار اللي عمله، لان انا زي ما قلت لك اولا ما عنديش 10 عبد الله بالظبط. عبد الله سعيد مش هو عبد الله سعيد بدنيا وفنيا، مش حالته خالص، وانا ما عنديش غيره. يعني انا حتى اخد قفشه يبقى يكمل لو انا حتى حاطط في دماغي كده، لكن ده هو استبعد قفشه خالص اللي هو يقدر ينفذ لك ال 4-2-3-1 يعمل لك 10. افضل واحد موجود في الموسمين اللي فاتوا قفشه. أوكي. حاجه سوبر. ومش بقى في الدوري المحلي ولا في كاس مصر، لا في كل المسابقات الافريقيه في دوري الابطال وكل حاجه. الحقيقه حتى المباريات اللي هو لعبها مع المنتخب 10 كان مؤثر برضه جدا جدا. فهو ما عندوش، يعني هو 4-3-3 خلاص. هو لازم يلعب بالطريقه دي بالشكل حتى باختياراته. طبعا طبعا. هو هيبقى الشناوي عمر كمال طبعا الونش فيه احتمال هيفرق يا كابتن عدم وجود الونش؟ لا مش احتمال، ده هو خلاص. انا في رايي ولا هو ولا ابو الفتوح ولا اكرم طبعا. لا ولا خلاص دول بره. انا في رايي ان محمد غني مساك كويس قوي. اوكي. مساك كويس جدا جنب حجازي الحقيقه. وفي ناحيه شمال ايمن اشرف ماشي برضك بشكل كويس. الثلاثه بتوع وسط الملعب دول اهم حاجه، اهم حاجه دي القصه كلها اللي هي معموله. هو عاملها لنا كينيا الحقيقه. وهي سهله، الامور سهله. اولا حمدي فتحي اتظلم في المباراه الاولانيه ان هو كان بيلعب لوحده، تريزيجيه ما بيرجعش والنني ما بيردش في الحته ديت وما بيردش على الجناب ما بيعملش مساندات، فبالتالي هو كان بيلعب لوحده. وهو كمان في المباراه الاولانيه اسلام كان بينزل حمدي فتحي جنب حجازي وجنب الونش، فبالتالي نص ملعب خلاص فضي خالص. فضي خالص. هو يلعب بحمدي فتحي بالحاله بتاعته الطبيعيه. حمدي من الديفندرات الهايلين الحقيقه، باستخلاص وكميات جري وكرات عاليه وتعامل هايل. ويلعب بزيزو ناحيه اليمين وعمرو السوليه ناحيه الشمال. الله عليك. خلاص. عندك كده ابوس ايدك بقى، بلاش تاليف يعني ارحمنا. الراجل ده يعمل كده. السوليه بيعرف يخش 18 بشكل كويس قوي. والسوليه كمان يعني ده عامل الكره بتاعت صلاح المباراه اللي فاتت حاجه، يعني فكر رائع. فكر رائع رائع. ايه ده يعني؟ زيزو انت بدل ما بتقعد بقى المباراه متاثر بيها هجوميا طوال 60 دقيقه تخش 65 دقيقه وبعدين تدي زيزو، ما تبدا بيه يا عم، ابدا بيه كثالث. جرب يعني، ما انت بتعمل كل حاجه. ما انت عمال تعمل حاجات غريبه. يعني جرب دي. وهيبقى صلاح. والمشكله في الحقيقه في مرموش. عمر مرموش. عمر مرموش مازال بعيد الحقيقه المباراتين اللي فاتوا. لا بعيد. يعني انا اداء مغاير خالص لمباراته اللي لعبها معانا مع منتخب ليبيا. فانا في رايي لا، ادي بقى رمضان صبح يعني غير في الحته ديت. ومحمد صلاح وهتدي. وانا هقول لك برضك في مشكله تانية برضك بتقابلنا برضو، مصطفى محمد في خلال ادائه في المباراتين لا برضه مش تانية افضل شويه يعني. يعني الكره اللي حطها بتاع يعني انا في رايي ان برضك انت لو لعبت حتى محمد شريف في الحته دي، محمد شريف عنده سرعه وهيعرف يربط مع صلاح وهيعرف يربط مع رمضان الحاجات دي وهيعرف كمان يشتغل مع يعني حضرتك مع ان هو يبدا بصلاح رمضان صبحي محمد شريف اوكي مع الثلاثه اللي هم عمرو وزيزو وحمدي فتحي بالظبط، والاربعه اللي ورا هم مفيش تغيير. الاربعه اللي ورا ما لناش حلول فيها لان عمر كمال ظهر بشكل جيد المباراه السابقه. يعني هو كمان عمر كمال اتظلم كمان ان زي ما قلت لك لما بيكون في تريزيجيه او النني موجودين في الثلاثه ما بيعرفوش يعملوا مسانده مع الباك مظبوط دفاعيه، لكن لو لعب زيزو هيعرف يعمل مسانده مع عمر كمال وهيقفلوا الحته دي دفاعيا، وفي نفس الوقت عمر كمال وزيزو صلاح يعملوا جبهه. دي نقطة مهمة جدا كمان،
وفي نفس الوقت عندك السلية وعندك ايمن وعندك هيبقى فوق رمضان صبحي مع محمد شريف، هنعمل جبهه برضه، جبهتين هيبقوا قويه جدا طبعا، جبهتين. طيب